الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رايح رحلة المعراج هبت عليه ريح طيبة. نعم. قال ما هذه الريح يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون. قال وما ماشطة بنت فرعون؟ فحكى له القصة. ما هي؟ ماشطة كانت تزين بنات فرعون. يعملهم مكياج يعني وكده. فوقع المشط من يدها ويتمشط بنت فرعون. بالمناسبة هذا مسموح به الآن؟ اللي هو إيه؟ أن تذهب مثلا أزدوجة إلى ماشطة. طالما تأمن على نفسها كل شيء خير من فضيلاته. خير خير وبركة إن شاء الله. نعم. بس لا تغير خلق الله. لا تغير. خلاص مش تعمل. مسموح يعني. المهم تابنا تقريبها درس فقه. ننتهز الفرصة مع فضيلاتكم. وقع المشط من يد الماشطة. فقال بسم الله. قالت تقصدين أبي؟ بنت فرعون. آه طبعا. قالت لا ربي ورب أبيك وربي هو الله. على وجه السرعة بلغ فرعون عن طريق المخابرات العامة وصل الأمر لفرعون. استدعاه على الفور. في ايه؟ من ربك؟ قالت ربي وربك الله. المهم جاب يعني اناء كبير وضع فيه ماء وصار الماء يغلي. لها ثلاثة اولاد غلامان ورضيع. فقال لها من ربك؟ قالت ربي الله. ربي وربك الله. اخذ اول ولد ورماه في الماء المغلي. ذاب على الفور. من ربك يا ماشطة؟ ربي وربك الله. اخذ الثاني. فضل الرضيع اللي على كتفها. من ربك يا ماشطة؟ قالت ربي وربك الله. ترعثمت قليلا فاخذوا ابنها. اول ما بيلقوه في الطريق الى المرمى القدر قال يعني اوشق قلبها ان يتحرك. قال يا امه اثبتي فان الموعد الجنة. يا الله هذا هو الثبات على الحق. لحظة وبعدين خلي بالك الشهيد رابع واربعة تكلموا في المهد. الله يرضى عليك. وذلك الشهيد خروجه من الدنيا بيكون زي ايه؟ زي واخذ الابرة. عارف لما ياخدوا العينة مننا الدم لا يشعر هو ده. لو مات بقنبلة بطائرة بسفينة الشهيد هكذا موته هكذا.